أهلا، اتفضل. السلام عليكم، وعليكم السلام. شلونك شيخنا؟ والله الحمد لله رب العالمين. شو اخبارك؟ والله بخير الحين، الحمد لله. الله يسلمك. ممكن سؤال؟ طب ممكن تجاوب على السؤال اللي احنا طرحينه؟ انا الصراحة ما شفت يعني السؤال اللي طارحه حضرتك، بس انا يعني جاي اريد بس اشارك بسؤال. اتفضل. زاد فضلك شيخنا العزيز، انت تؤمن بالكتب الصحيحية مسلم والبخاري؟ اتفضل، اؤمن بيها. ممكن تعرف لي ان رجل نزل بعائشة واجنب؟ ما فيش مشكلة، اتفضل اقرأ لنا كده الرواية. الرواية 290 من صحيح نعم مسلم. نعم شيخنا، اقرأ لنا الرواية 290 من صحيح مسلم. اي نعم. اتفضل. ممكن تعرف لي اياها؟ اعرفك، ما فيش مشكلة. يعني انت الفكرة كلها في ايه؟ ان رجل نزل بعائشة، يعني معناه نزل في الحجرة بتاعتها فأجنب. فأجنب. ماشي، دي ما عن نشرحها دلوقتي. يعني هي الإشكالية كلها في أن رجل نزل بعائشة. لا، ما هي نزل الإشكالية بعائشة. كلها، بص يعني دلوقتي مثلا هنقول لك إيه، أن اسمعني بس، أن رجل نزل نعم بعلي فأجنب، أن علي نعم نزل على امرأة فأجنب، نزل على هسه امرأة ايش دخلك فأجنب. بعلي؟ اسمعني بس، احنا ما علي أنا بشرح لك هنا. أهو، ما أنا نعم بشرح لك. لو جاءت رواية وقالت أن رجل أن علي نزل بامرأة فأجنب، أنت هتفهم إيه منها؟ هسه احنا ما لنا شغل بعلي، ما لناش شغل عوفك بعلي. مني. هو أنت منهم. طب أنا أفهمك يا ابني، جات لنا إحنا رواية وقالت أن علي بن أبي طالب نزل بامرأة وأجنب، إحنا بقى أهل اللغة العربية، إحنا أهل اللغة العربية، فهنفهم الرواية من غير ما نشنع على علي بن أبي طالب، لأن كلمة أن علي نزل بامرأة أي نزل ضيف، والضيف لا يتحتم أن ينزل في البيت، فبينزل في الضيافة أيا كانت بقى، الضيافة بعيدة، الضيافة قريبة، ساكن في أوتيل، ساكن في بيت ضيافة جنب، ساكن في المسجد، المهم إن هو نزل على ضيافة فلان، على ضيافة فلان. فعندكم روايات أن رجل نزل بعلي، لو إحنا بقى نيتنا شبه نيتكم هنقول أن رجل نزل بعلي، أنا نزل في دار علي، نزل في دار علي، وأن علي نزل بامرأة، تمام، يبقى نفس الحكاية. وعندكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نزل بامرأة، والقصة طويلة جدا جدا جدا. فكلمة النزول دي يعني معناها نزل ضيف. طيب الراجل اللي نزل ضيف ده أجنب، خلاص في الرواية 290، أنت بتقرأ الرواية 288، خلي يعني إيه، روح خد من كلامي وروح كده شوف الرواية 290 برضه في صحيح مسلم، هتلاقي أن الجارية رأت هذا الرجل يغسل ثوبه، لأن في حديث ثاني أن السيدة عائشة أعطتهم ملاية، تمام، فالرجل أجنب، وفي رواية أجنب في ثوبه، فالجارية رأته فسألته، فبعثت هذا السؤال للسيدة عائشة، أو حكت للسيدة عائشة، فالسيدة عائشة جابته عشان تعرفوا حكم جديد اللي انتوا حضراتكم ما تعرفوهوش، ألا وهو أن المني طاهر، أن المني طاهر، يعني لو نزل مني في الثوب ليس واجبا عليك أن انت تغسله، لا ممكن تفركه. فالسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت له حكم آخر، اللي هو ان انت مش لازم تغسل المني، بل ممكن تفرك المني، ودي ام المؤمنين، وكانوا بيعتبروها ام، لكن انتوا نيتكم مش كده، انتوا نيتكم كلها نيه عطوانيه، نيه المتمتعه، نيه ام حازم، فالنوايا دي كلها اجتمعت، وظنيتوا ان ام المؤمن عائشه زي بالظبط نواياكم بتاعت ام حازم، والا طب ما احنا عندنا نيه سيئه برضه، ممكن نستعمل النيه السيئه. يعني عندكم أن حميدة عندما سألها المعصوم أبكر أنت أم سيب، قالت له لا أنا بكر، قال لا كيف ولا يقع شيء في أيدي النخاسين إلا أفسدوه، قامت حكت له الحكاية، قالت له ده كل شوية النخاس يجي لي فيقعد مني مقعد المرأة من الرجل
فيجي راجل يلطمه ويخرجه. طب احنا ممكن برضو نستعمل النية اللي مش تمام ولا ايه، ونقول بقى ونصفي النية ولا ما نصفيش النية، ونقعد نستعمل النوايا كلها، اجمع لكم النوايا الوسخة كلها بتاعت العالم واحطها لكم في الحديث ده، مش هتقبلوا الكلام. فحاولوا تفكروا شوية، حاولوا تفكروا شوية. السلام عليكم. وعليكم السلام. ده انا اعرف ام حازم واعرف العبايه المقلوبه وحاجات يا يعني.